أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد في داخل أسواره قبر، سواء كان في اتجاه القبلة أو في أي جهة أخرى؟ لا تصح الصلاة فيه إذا كان فيه قبر في أي جهة منه، فهذا مسجد مبني على قبر، ألا تصح الصلاة فيه؟ نعم.